السلام عليكم. في المرة اللي فاتت كنا خلصنا ال LDA، وال LDA كانت آخر حاجة في التوبيك بتاع Dimensionality Reduction. المرة دي هنبدأ في توبيك جديد خالص اللي هو ال Support Vector Machine. عموما ال SVM احنا بنستخدمه في حاجتين، يا إما ال Pattern Recognition يعني لو عايز أتعرف على أشكال معينة جوه الداتا عندي، أو ال Classification. طيب عندنا منه 3 أنواع، يا إما ال Hard Support Vector Machine، وده بستخدمه لما اقدر اقسم الداتا بتاعتي بستيت لاين. يعني ايه؟ يعني مثلا الداتا عندي معموله بالشكل ده، انا عندي 2 كلاسز، مثلا الكلاس اللي هو الموجب والكلاس السالب مثلا. يعني فانا الداتا بتاعتي جزء منها هنا، جزء تاني هنا، انا اقدر افصل الاثنين دول بخط مستقيم، صح؟ ففي الحاله دي اقدر استخدم ايه؟ الهارد اس في ام. طيب السوفت بقى اس في ام نفس الفكره برضو، عندي 2 كلاسز وعايز افصل ما بينهم. هي فكره الكلاسيفيكيشن ان انا اقسم الداتا بتاعتي لكل كلاس يبقى لوحده، فهم عندي بالشكل ده، فطبعا ما يتصلش ما بينهم بخط مستقيم. فانا معنى كده اني محتاج ايه؟ خط مش مستقيم بقى، فممكن بقى يبقى بولونوميال، يعني ممكن يبقى حاجات تانية كتير. ففي الحاله دي هيبقى السوفت اس في ام. في الاخر الكيرنل اس في ام ده بستخدمه، يعني ليه انواع كتير، بستخدمه لما تبقى الداتا مش هي اكيد مش هفصلها بخط مستقيم، وحتى الخط غير مستقيم هيبقى ليه اشكال معقده، يعني زي الشكل ده. في الحاله دي لازم تبقى كيرنل. عندنا بس حته كده صغيره، ان الحاله دي اللي هي بتاعت الهارد انا ممكن استخدم فيها سوفت برضو عادي، مع يعني ايه؟ لان ممكن الهارد عادي ابقى اقدر افصل بخط مستقيم، بس عندي مثلا شوية داتا كده مضايقاني فهستخدم معاها السوفت. الحالة دي أنا ممكن أستخدم فيها السوفت، وممكن أستخدم فيها الكيرنال برضه عادي. بس الحاجات اللي زي دي وأشكال تانية هنعرفها بعدين، تبقى إيه لازم أستخدم فيها الكيرنال بس، ما ينفعش معاها الهارد أو السوفت. فدي كده أنواع الـ SVM اللي المفروض هناخد واحدة واحدة منهم بالتفصيل. طيب قبل ما نبدأ في الهارد SVM، عندنا كده بس حاجة عايزين نعرفها. لو احنا مثلا عندنا المعادله دي اللي هي 2x1 plus 2x2 equal 4، فانا عايز اقول ان المعادله دي هي مثلا ايه؟ هي كلاسيفاير عندي، او هي بتقسم 2 كلاسز. فعايزين اول مثلا نرسم الخط المستقيم ده. لو انا حطيت x مثلا 2 ب0، فعلا ان x1 ب2، صح؟ لان 2 في 0 ب0، و2 في 2 هو ده اللي هيدينا الاربعه، فيبقى الخط ده بيخبط عند 2 و0. طب لو عملت العكس، لو حطيت x1 ب0 وx2 هي اللي ب2، ف2 في 0 ب0، يبقى لازم x2 تبقى ب2 عشان 2 في 2 يدينا الـ4، ويبقى هي كمان بتخبط في المحور بتاع x2 عند 0 و2. طيب ماشي، المفروض ان ده الخط المستقيم ذات نفسه، الكلاسيفاير بتاع اللي بيقسم، يعني اي نقطه هنا اساسا الاف اكس بتاعتها انا هدخل دي جوه، عشان يبقى المعادله بتاعت الكلاسيفاير تبقى ايه؟ ان 2x1 زائد 2x2 ناقص 4. لو هي اساسا طلعت، انا حسبت دي وطلعت بزيرو، يبقى هي على الخط ذات نفسه. يعني الخط ذات نفسه هو المفروض انا هقول ان هو ايه؟ كلاسيفاير عندي بيقسم 2 كلاسز، واحد موجب والتاني سالب. فاللي فوق الخط يعتبر موجب، طب اللي تحت الخط يعتبر سالب. طب لو على الخط ذات نفسه، ده معنى كده ان هي طلعت صفر، هو لا موجب ولا سالب. فعلى اساس المعادله بتاعت الكلاسيفاير دي بيديني نقط، وانا بحدد المفروض تبقى في انهي كلاس، الموجب ولا السالب. يعني مثلا اداني ان اكس ب3 و3، فانا قمت واخد ال 3 و3 دول، المفروض 3 و3 ده اكس 1 واكس 2، قمت معوض هنا تبقى 2 في 3 زائد 2 في 3 ناقص 4. طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب8. 8 ده موجب، يبقى ده في الكلاس الموجب بتاعي، ده فوق الخط. طيب اداها لي بسالب 3 و2، ورحت عوضت هنا برضو 2 في سالب 3 زائد 2 في 2 ناقص 4، طلعت معايا بسالب 6. سالب 6 ده سالب، يبقى النقطة اللي هي سالب 3 و2 دي موجودة تحت الخط في الكلاس السالب. ويبقى أنا لو أنا معايا معادلة الكلاسيفاير، أو المعادلة بتاعة الخط اللي بيقسم الكلاسز بتاعتي، أقدر آخد أي بوينت وأحدد إذا كانت هي في الموجب. لو طلعت موجب يبقى هي في الكلاس اللي فوق، لو طلعت سالب يبقى هي في الكلاس اللي تحت، طب لو طلعت صفر يبقى هي على الخط ذات نفسه. يبقى إحنا أساسا على الكلاسيفاير ذات نفسه، على الخط ده اللي أنا رسمه. طيب من المعادلة دي بقى عندي ايه الحاجة؟ ما هو الاكس هي اللي تتغير، في حين ان في حاجات تانية ثابتة اللي هما مين؟ الاتنين والاتنين والسالب 4 دي. يبقى من المعادلة اللي هي 2x1 زائد 2x2 ناقص 4 بتساوي صفر، اللي هي معادلة الخط ده.
انا عندي فيها حاجتين ثابتين، اول حاجه اللي هي الكوفيشنت او المعاملات اللي قدام الاكسس، فالكوفيشنت هنا 2 و2، فانا بعد كده هعبر عنهم بفيكتور اسمه دبليو، يعني بعد كده بقى مش هقول عليها كوفيشنت ومش مش هحطها بالشكل ده، هيبقى اسمه دبليو، والدبليو ده هو فيكتور فيه دبليو 1 ودبليو 2 اللي هو في الحاله بتاعتنا دي 2 و2 اللي هي المعاملات اللي قدام اكس 1 واكس 2. طيب تاني حاجه عندنا هي الانترسبت او الجزء اللي هو موجود للوحده ده والكونستانت ده، فهو في الحاله ده في الحاله دي هنا سالب 4، فبعد كده هقول عليه بي، مش هقول انترسبت، هقول بعد كده عليه بي بتساوي سالب 4. وبدل ما انا كاتبها بالشكل ده، لا انا هحاول يعني احطهم في شكل الرموز بتاعتي اللي هي ال W وال B، يبقى معنى كده ان ال W ترانسبوز مضروبه في الاكس زائد ال B بتساوي صفر. طب ايه اللي خلاها هنا ترانسبوز؟ ما انا لازم اشقلبها او اخليها الروز تبقى كولونز عشان اعرف اعملها اضربها في الاكس، لان مثلا هنا بص كده ده عباره عن ايه؟ ده كولوم كده، والاكس هنا الاكس برضو كولوم، ما فيش حاجه اسمها ان انا اضرب كولوم في كولوم يطلع لي رقم، مش هتطلع. فلازم ايه؟ لازم اخلي ده يبقى رو اللي هي 2 و2 يبقوا جنب بعض عشان يبقى الرو في كولوم بتطلع رقم عادي، ما تطلعليش ماتريكس ثانيه او فيكتور ثاني. زائد البي عادي، البي دي عادي بقى ممكن تبقى سالب ممكن تبقى موجب على حسب يعني. ده بيساوي صفر، ده الايه؟ دي الايكويشن بتاعت الكلاسيفاير اللي احنا المفروض بعد كده بقى هنشتغل عليه. طيب نبدا بقى في اول يعني نوع عندنا اللي هو الهارد اس في ام. احنا لسه قايلين ان الهارد لازم الداتا بتاعتي اقدر افصل ما بينها بخط مستقيم، يعني بقول على الداتا دي ان هي لينيرلي سيبرابل. فانا عندي الداتا دي اللي هو الكلاس الموجب والكلاس السالب، انا عايز افصل ما بينها بخط مستقيم، يبقى ايه؟ يبقى فاصل ما بينها بالظبط، يعني ما يبقاش مثلا عنده بايس ان هو اقرب للكلاس ده ومش وبعيد عن الكلاس ده وكده، لا انا عايزه يبقى الاوبتيمال لاين بتاعي. فاول حاجه بحدد ايه؟ بحدد اخر نقط عندي في الكلاس ده وفي الكلاس ده، يعني مثلا الكلاس الموجب ده هو كان جاي من هنا هنا كتير كده، ولقيت ان اخر نقطتين عندي موجودين على نفس الخط ده، فرسمت الخط ده اللي هو ايه؟ بتاع الكلاس الموجب اللي هو عند اخر نقط بتاع اللي هي المفروض الموجب. فالمفروض ان احنا لسه قايلين الايكويشن ان هي ايه؟ W ترانسبوز اكس اي زائد بي، هنا لقيت ان هي اخر حاجه مثلا عند 1، تمام؟ يعني احنا بنفترض ان اخر نقط كانت عند 1، امال بعد كده نكمل ايه؟ بعد كده نكمل بقى 2 3 4 5 نكمل كده، بس اخر حاجه عندي اقرب للكلاس الثاني عند ايكوال 1. وعلى الناحيه الثانيه نفس الكلام، رحت عند اخر نقطه لقيت ان هي في نقطه واحده بس في الاخر في الكلاس السالب، ورسمت عندها خط مستقيم، تمام؟ بحيث ان هي دي ايه؟ دي اخر نقطه عندي بتمثل الكلاس ده. وطبعا دبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي هنا هتبقى سالب 1 او نيجاتيف 1، يعني انا ده برضو ايه؟ افترضته هنا ان اخر قيمه عندي سالب 1، وهي مكمله كده بقى سالب 2 وسالب 3 وسالب 4 وهكذا. فانا عايز اجيب المعادله بتاعت الكلاسيفاير اللي المفروض يبقى في النص بالظبط، الحته اللي ما بين عند الواحد وعند السالب 1 دي ما بينهم كده بسميها المارجن. فالمفروض ان الخط بتاعي يبقى في النص بالظبط بتاع المارجن، بحيث ان هو المسافه من الخط ده لغايه الواحد دي هي المسافه من الخط برضو لغايه السالب 1، لازم تبقى ده ايه؟ في النص بالظبط. والمعادله بتاعته تبقى W ترانسبوز اكس اي زائد بي بتساوي 0. انا اللي انا هعمله بقى كله عشان اجيب ال W ترانسبوز والبي، يعني انا كده كده الاكس معايا بتتحدد على حسب ايه؟ بتتحدد على حسب النقطه اللي هو بيديها لي. طب او انا اصلا بعمل كل ده ليه؟ يعني كل ده غرض ايه؟ عشان بقى لما يديني نقطه جديده اعرف هي في الكلاس ده ولا في الكلاس ده. طب هعرف منين؟ لازم اروح اعوض في المعادله دي. طب ما انا معيش كل حاجه في المعادله دي، يعني النقطه اللي هيديها لي هي الاكس، يبقى انا هعمل كل ده عشان اجيب الدبليو ترانسبوز دي او الدبليو عموما والبي. طيب ماشي، نبدا بقى ايه نشوف المفروض هنجيب المعادله بتاعه الاوبتيمال لاين ده ازاي. الاول حاجه بالنسبه ايه؟ بالنسبه لللاين ده اللي هو الدبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي بتساوي 1، اول حاجه الليبل بتاعه ايه؟ ان الواي اي بتساوي 1، ده الموجب صح؟ يعني انا اصغر قيمه عندي في الموجب 1، مفيش حاجه هنا كده موجب، فاصغر قيمه مين؟ 1، بعد كده بقى مكمله 2 3 يعني على حسب. فمعنى كده ان W تنسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او تساوي 1، عشان انا لسه قايل ان اصغر قيمه ب 1
وبعد كده مكمله 2 3 4، يبقى هو يا اما 1 يا اما اكبر من كده. يبقى ده الشرط بتاع مين؟ بتاع الخط الاولاني ده. طب الخط التاني ايه الشرط بتاعه؟ اصغر قيمه عندي مين؟ او هنا بقى في الحاله دي معلش اكبر قيمه مين؟ هي سالب 1. ليه اكبر قيمه؟ لان بعد كده مكمل سالب 2 سالب 3 سالب 4، فده اكبر قيمه. معنى كده ان الخط ده اللي هو W ترانسبوز اكس اي زائد بي اقل من او يساوي السالب 1. هو اعلى حاجه يوصلها سالب 1، لان مفيش بعد كده، مفيش سالب بعد كده، فاخره هنا عند سالب 1. ممكن بقى يبقى سالب 2 سالب 3 يعني مش مشكله، بس هو الشرط بتاعه ان هو يا سالب 1 يا اقل. طيب حلو، طبعا دول اتنين كونديشنز انا ما يعني كده كتير، والاثنين اساسا يعني نوعا ما شبه بعض، فاحنا هنحاول نضم الاثنين في نفس الكونديشن. تعالى كده نمسك اول كونديشن اللي هو W ترانسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او يساوي 1. تعالى نضرب الطرفين في الواي اي في الليبل بتاعه. الليبل اللي هو يعني انا بعرف ده انهي كلاس، يعني لو طلع واحد فده اكيد في الكلاس الموجب، لو طلع سالب واحد فده في الكلاس السالب، يعني انا بتكلم على الليبل اللي هو ايه بتاع الخط ده كده. طيب يبقى W ترانسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او يساوي 1. تعالى نضرب الطرفين هنا في واي اي اللي هي بتساوي الواحد. طبعا دي كلها رموز، فهضربها في واي اي واسيبها بالرمز عادي. تمام، يبقى واي اي في دبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي هي بتساوي واحد، صح؟ لما اضرب الطرف الثاني هضربها في القيمه على طول، واحد في واحد تدينا واحد. حلو، يبقى ده ايه؟ ده الكونديشن اللي طلع معايا لما ضربت في واي اي. تعال نضرب الكونديشن الثاني اللي هو ده، هضربه برده في واي اي، بس الناحيه الثانيه واي اي بسالب واحد. تمام، واي اي هنا مش بواحد اللي هو بالنسبه للخط ده. طيب يبقى W ترانسبوز اكس اي زائد بي اقل من او يساوي سالب 1. هضرب في الواي اي اللي هي بسالب 1. طبعا دي رموز فهضربها في الواي اي، فهنزل الواي اي بالرمز زي ما هي يعني مضروبه في W ترانسبوز اكس اي زائد بي. وهضرب الناحيه الثانيه سالب 1، سالب 1 في سالب 1 تبقى ايه؟ تبقى 1. وهعكس العلامه. ليه هعكس العلامه؟ عشان ضربت في سالب. كان يعني حاجه اسمها خواص المتباينات، ان انا لما بضرب في سالب ايه؟ بعكس العلامه بتاعت اكبر من او اصغر من دي. يبقى انا لما ضربت الاثنين في واي اي طلع عندي نفس الكونديشن بالظبط، اللي هو واي اي مضروبه في دبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او يساوي 1. وتحت برضو نفس الكلام، وخلي بالك تحت لما ضربت في واي اي يعني انا عارف ان هي سالبه، فمش معنى كده ان هي هنا ان هي بسالب هنا ويبقى الكونديشن مختلف، لا، ما انا سبتها هي زي الرمز، يعني نزلتها بالرمز زي ما هي، ففوق هنا بواحد هنا بسالب 1، بس هي الفكره ايه؟ ان هي واي اي. فطلع عندي ان هو نفس الكونديشن بالظبط. يبقى انا عندي ان واي اي في الدبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او يساوي 1، هو ده الكونستنت اللي انا هشتغل عليه، ده الشرط بتاعي، او يعني ده ايه؟ ده الشرط اللي انا هشتغل عليه، لان احنا طبعا هنحول الموضوع للاجرانج، حاجه مفاجاه طبعا يعني اول مره نعملها، فده الكونستنت اللي انا المفروض هشتغل عليه. طب مين بقى هو اساسا المعادله اللي انا المفروض هحاول اجيب بيها الكلاسيفاير ده؟ تفتكر كده احنا بالنسبه واحنا بنجيب الكلاسيفاير ده هنبقى عايزين نعمل ايه؟ يعني انا اساسا ايه هدفي من انا اعمل اجيب المعادله دي؟ ان انا عايز اعمل كلاسيفيكيشن، عايز اقسم، يبقى اعرف ان الكلاس ده لوحده والكلاس ده لوحده. فيعني من البديهيات كده ان انا اكيد عايز اكبر المارجن ده. ليه برضو؟ عشان ابعد الاثنين كلاسز عن بعض. يعني انا اكيد عايز اخلي الموجب ده لوحده يبقى بعيد عن السالب ده. فالاحسن لي ان انا اكبر المارجن، كل ما اكبر المارجن اكتر كل ما قدرت اعمل كلاسيفيكيشن احسن. فانا بالتالي اللي هعمله ان انا عايز اعمل ماكسمايزيشن للمارجن. القانون بتاع المارجن 2 على النورم بتاع الدبليو، والنورم بتاع الدبليو هو بيتحسب اللي هو ايه؟ جذر دبليو 1 تربيع زائد دبليو 2 تربيع. والقانون ده جه منين؟ اللي هو القانون بتاع المارجن ده جه منين؟ يعني مش موضوعنا دلوقتي، بس ان احنا نبقى عارفين ان احنا ايه اللي احنا عايزين نعمل ماكسمايزيشن للمارجن. انا عايز اكبر المارجن ده على قد ما اقدر عشان افصل الاثنين كلاسز دول عن بعض. طيب حلو، يبقى انا عايز اعمل ماكسمايزيشن للاثنين على النورم بتاع الدبليو. عموما يعني اكيد كل واحد اخد باله قبل كده ان احنا ما بنحبش نشتغل على مسائل ماكسمايزيشن، احنا بنفضل اكتر ان احنا نشتغل على مسائل مينيمايزيشن. فبدل ما هي ماكسمايزيشن هخليها مينيمايز واشقلب الكسر ده، يبقى انا عايز مينيمايز النورم بتاع الدبليو على 2. طيب ماشي، ما النورم بتاع الدبليو على 2 دي يعني اكنها 1 على 2، فالنص ده هطلعه مضروبه في النورم بتاع الدبليو تربيع.
ايه الهدف من التربيع ده؟ ان بيخليني اتاكد ان انا عامل المينيمايزيشن صح، على اساس ان انا يعني كبرت النورم ده، فانا يعني كبرت المقام فبقسم على حاجه اكبر، فبعمل اكني عملت ايه مينيمايز. فعموما ده اللي احنا المفروض هنشتغل عليه بقى، اللي هو هنطبق عليه لاجرانج، اللي هو ايه، ان انا عايز اعمل مينيمايزيشن للنص بتاع النورم دبليو تربيع، والنورم دبليو قلنا هو ايه، اللي هو الجذر بتاع دبليو 1 تربيع زائد دبليو 2 تربيع، ده عشان نبقى بس عارفين، بس احنا مش هنستخدمها قوي. يبقى انا هعمل مينيمايزيشن لده سبجكت تو الكونديشن اللي احنا سائلين، ان انت تبقى عارف ان الواي اي في دبليو ترانسبوز اكس اي زائد بي اكبر من او تساوي الواحد، وهو ده بقى ايه المفروض هنشتغل عليهم لاجرانج.